ازيكم عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. عايزين نقول اسمح لابنك يعبر عن مشاعره، سيبي ابنك او بنتك يعبروا عن مشاعرهم. ان انت تسمح لابنك انه يعبر عن مشاعره ايا إن كان انت قابل المشاعر بتاعته دي او رافضها، دي الطريقة الصح لفعل ان هو يعبر عن مشاعره، تمام؟ كأنه بيتمرن على التعليم ان هو يعبر عن مشاعره، وطبيعي ان هو التجربة دي ممكن تكون تجربة صح وممكن يغلط فيها. فعشان تعلم ابنك ان مشاعر الغضب بيتم التعبير عنها بضرب الاخرين او بالصريخ او تكسير او ان هو يكسر الحاجات، انت كأب انك تسمح له بالتعبير عنها من الاساس. يعني بدل ما انت عمال تقول ايه ده بيكسر وبيخبط وبيزعق وبيصرخ وهو متضايق، طب سيبه يعبر عن المشاعر دي اصلا، سيبه يعبر عنها بطريقه صح. ده التعبير الغلط ان هو يصرخ ويضرب ويكسر وكده، ده التعبير الغلط. طب سيبه بقى يعبر بشكل صحيح. مش عارف يعبر بشكل صح عن المشاعر دي، عن مشاعر الغضب اللي جواه، حاول تساعده يعبر عنها. احاول اساعده ازاي؟ يعني ارشده للحاجه الصح انه يعبر عنها. يعني ممكن ان انت تعزز ثقة ابنك بنفسك، فالغضب عنده يقل شوية، فمشاعر الغضب عنده لما تقل التعبير بتاع المشاعر دي هيقل، فمش هيصرخ كتير ولا هيضرب كتير ولا هيتعصب كتير، تمام؟ كمان اقبل مشاعره، اقبل مشاعره ان هو بيزعل وان هو بيغضب وان هو بيكون متضايق في اوقات معينة، لان انت لما بتقبلها وتديله مساحة عشان يفرغ المشاعر دي ويعبر عنها، كده انت بتعزز ثقة طفلك في نفس ثقة طفلك في نفسه، وكمان بتقوي العلاقة بينك وبين ابنك، تمام؟ يبقى أنا عايزة ابني يعبر، اسمح لابنك يعبر عن مشاعره. ابني بيعبر بطريقة غلط ان هو بيتعصب لما بيكون غضبان، بيتعصب ويصرخ ويخبط ويكسر لي الحاجات. علمه يعبر بشكل صح، علمه ان هو مثلا ممكن يقعد يلون، ممكن يطلع طاقته ان هو يخبط في حاجة، مثلا نجيب له حاجة زي اللي هي البوكسنج دي ويقعد يخبط فيها. علم ابنك يعبر بشكل او وجهه للطريق الصح للتعبير عن مشاعر الغضب، تمام؟ كل ما تعود ابنك يعبر عن مشاعره، كل ما تزود ثقته في نفسه وتقوي العلاقة بينك وبين ابنك. نتقابل إن شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.